صباح الخير، اليوم نحتفل بعيد الفصح. هذا العيد كبير وعظيم بالنسبة للمسيحيين. نقول بالأوكرانية في هذا اليوم لبعضنا البعض خريستوس وسكريس ويستن وسكريس، يعني المسيح قام حقا قام. عادة في هذا اليوم ماذا نفعل؟ نذهب إلى الكنيسة، نجتمع هناك، نصلي، نغني هكذا. ولكن في هذه السنة للأسف الشديد لا نستطيع أن نذهب إلى الكنيسة بسبب موضوع فيروس كورونا والحجر الصحي، لذلك نحن نجتمع من خلال الإنترنت، عبر الإنترنت. ومثلا الآن أشاهد البث المباشر من الكنيسة. أحر التهاني وأجمل التبريكات مني لكل المسيحيين بمناسبة عيد الفصح المجيد، بكلمة أخرى عيد القيامة. أدام الله فرحتكم أصدقائي الأعزاء، سواء أكنتم مسلمين أم مسيحيين. أنا أعرف أنكم أصدقائي متسامحون، وأننا كلنا أسرة واحدة وكلنا إخوان، ونفرح عندما تفرحون، نحزن عندما تحزنون. ها هي الحياة، يعني ها هي مبادئنا. لماذا نحب عيد الفصح؟ ولماذا نحتفل به؟ لماذا نعتبره من أكبر الأعياد المسيحية؟ سأقول لكم، هذا العيد نعتبره عيدا لانتصار الحياة على الموت، انتصار النور على الظلام، انتصار الخير على السوء. لذلك نحن سعداء للغاية. تخيلوا، لا يوجد موت، سنعيش إلى الأبد. حتى بعد موتنا الجسدي ستعيش روحنا إلى الأبد، روحنا خالدة. أليس ذلك سببا لنفرح؟ الآن كاهن كنيستنا البروتستانتية في القرية يلقي موعظة. هناك نرى خبز عيد الفصح وكذلك بيضات ملونة. الطقس اليوم مشمس ما شاء الله، تغرد الطيور. أذهب إلى المزرعة، هناك ستجتمع أسرتي حول المائدة هكذا، وسنتبادل التمنيات والتهاني. سنعمل المشويات. أحب مراقبة السماء وأشكال السحاب الغيوم.